طيب اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوه والاخوات، الابناء والبنين والبنات، الساده الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلي شركاء الوطن، جئت اليكم مهنئا بعيد الميلاد المجيد. اعاد الله علينا جميعا بالخير والبركات. وكنت برسالتي من مقامة السيد الرئيس لتهنئة حضراتكم بمناسبة عيد الميلاد مقامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. معالي دولة رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل.